إن الطريق إلى البيت الأبيض طويل وتتخلله مراحل عدة، فكل ولاية تنظم انتخابات لاختيار مندوبين لمؤتمري الحزبين الديمقراطي والجمهوري، حيث يسمي كل حزب مرشحه للرئاسة. تسبق مرحلة التسمية مجالس انتخابية، أي اجتماعات محلية ينظمها كل حزب، أو انتخابات تمهيدية تنظمها الولاية وتجري في مراكز الاقتراع. وتبدأ العملية عادة في مجالس أيوا الناخبة، تليها الانتخابات التمهيدية في نيوهامشاير، فولايات أخرى بانتظار الثلاثاء الكبير الذي يشهد انتخابات تمهيدية في أكثر من 10 ولايات. وتمتد هذه المرحلة على 4 أو 5 أشهر. بعد ذلك يقوم المندوبون الذين انتخبوا في المجالس الانتخابية والانتخابات التمهيدية باختيار مرشحهم للرئاسة خلال مؤتمر الحزب العام، وهنا يتعين أن يفوز المرشح بغالبية مطلقة لنيل تسمية حزبه. بعد التسمية يختار الفائز عن كل حزب مرشحه لمنصب نائب الرئيس. في نهاية المطاف يتواجه المرشحان في اقتراع 8 نوفمبر 2016، المفتوح أيضاً أمام أي مرشح مستقل.